نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل دلوقتي الكفته اللي هي بالشوفان، هتبقى برضو بطعم الفحم. معانا نص كيلو لحمه مفرومه قليله الدسم، بصله كبيره مبشوره ومعصوره، ميه بصل دي هنشيلها لبعدين اللي هي طلعت من البصله اللي عصرناها، نص كوبايه صوص باربيكيو، ملح وفلفل، معلقتين كبار شوفان، يا ريت ما يبقى مجروش، ناعم شويه مش خشن، ومعانا بقى فحميه طبعا. وللزينه بقى معانا هيبقى في سلطه زبادي وبقدونس وبس كده. هنعمل ايه؟ هنبتدي بس نعجن كل الحاجات دي مع بعض. ده جاهز معايا اهو، برضو نقطة من الزيت تحت عشان مفيش حاجة تلزق معانا، ونبتدي بقى نخلط كل المقادير. عايزين نحاول دايما ندخل في اللحوم سواء الكفتة، انواع الكفتة كلها نحاول ندخل الشوفان، من الحاجات الكويسة جدا، مفيدة جدا، بيقلل الكوليسترول، بيشبع، اليافه عالية، هي اللي عندهم مشاكل امساك، بس اهم حاجة نشرب مية معاه كتير، وطبعا مليان معادن وفوائد عالية جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الصاج اهو اللي هو ياريت يبقى قليل الدسم زي ما اتفقنا، هنحط عليه البصل، نحط بقى الشوفان، هنحط البهارات، ولا مانع ان احنا نحط شوية من البقدونس، مش بس للزينة تبقى جواه. البقدونس زي ما اتفقنا من الحاجات السالبة السعرات وبتحرق معانا حلو جدا، وغير فوائدها الرهيبة بقى. ايه فوائدها الرهيبة؟ كل حاجة خضرة بتعمل زي ديتوكس في الجسم، بتنقي الجسم من السموم، فبتبقى حاجة هايلة جدا جدا. احنا محتاجين ننقي جسمنا جدا من السموم، انا بتكلم عن ناحية دلوقتي مش الرجيم او مش الخساسان. الجسم لما يتنقى من السموم، لما نساعده ان هو ينقي نفسه من السموم، يبقى بنقلل الامراض ومشاكل الامراض. طبعا بصوا بقى، انا باخد الخشب بعمل ايه؟ باخد حتة كده في ايدي بكورها، وببتدي اعمل ايه بقى، دي تكة مهمة جدا، بكورها بس جامد عشان تبقى كده متماسكة معايا، وبعدين بروح مدخلة دي جواها ومعديها اهو من الناحية التانية، وبعدين ببتدي بقى ايه اشكل عليها. نبتدي نشكل 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 بالشكل ده، وفي الاخر لما هخلصهم، او ممكن واحده واحده بقى تقعدوا تعملوها كده. احنا معانا اهو الكفته، نبتدي نعمل ايه بقى؟ بنجيب الباربيكيو وميه البصل، بحطهم على بعض كده، شايفين ميه البصل والباربيكيو دي تكه زياده، الباربيكيو دي بتدي طعم حلو قوي، وببتدي بايدي كده اروح وانا بصبع عليه بقى كده، تديها لمعه وطعم حلو جدا.